يعطيكم العافية. أول يعطيكم العافية حلوين. اليوم رح نحفظ الجملة الثانية من درس النظافة، أغسل جسمي بالماء والصابون. رح نحفظ كلمة أغسل، أو أغسلو أغسلو. رح نكتبها مرة أخرى، أو أغسلو أغسلو، أو أغسلو أغسلو. يلا نكتبها عن غيب، أغسلو أغسلو. جسمي كل حرفين مع بعض، جس مي. مرة أخرى، جس مي. يلا نكتبها عن غيب، جس مي. الآن جسمي وأغسل وحفظناها. بالماء رح نحط بي لحال، او ال، ونلف الدوار ونعمل ام، ونحبس الام بين ال والال ونحط همزه. كمان مره، بي واو ال، ونعمل ام ونحبسها بين ال والال ونحط همزه. يلا نكتبها عن غيب، بي وال، ونلف الدوار نعمل ام وهمزه. بالماء والصابون رح نحط الأولى حال ونعمل ال، ونفس الإشي نحبس الإص بين الآ، ال وآ، بو ني. مرة أخرى، والصابون. يلا نكتبها عن غيب، و لحال، آ و ال لحال، وإس وآ الصابوني. أغسل جسمي بالماء والصابون، أغسل جسمي بالماء والصابون.